يعتبر حب الرشاد من أكثر الحبوب الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات، لذلك يعد علاجا جيدا لعلاج الأمراض المرتبطة بالعظام. فما هي هذه الأمراض وكيف يعمل على علاجها؟ ووفقا للدراسات التي أجرتها المكتبة الوطنية الأمريكية، فإن استخدام حبوب الرشاد في علاج الأمراض المرتبطة بالعظام في الطب الشعبي فعال للغاية. ما هي أنواع أمراض العظام والمفاصل؟ هناك العديد من أمراض العظام التي يساهم حب الرشاد في علاجها، منها التهاب المفاصل، هشاشة العظام التي قد تواجه البالغين في منتصف العمر أو كبار السن، التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يسبب التهابا حادا في المفاصل، الكسور بما يشمل الكسور المفتوحة أو الكسور المركبة، آلام أسفل الظهر التي قد تقيد الحركة، آلام الرقبة يمكن أن تأتي من إصابات أو أضرار في العضلات والأربطة من الرقبة. كيف يعمل حب الرشاد في تقوية العظام؟ يحتوي حب الرشاد على نسبة كالسيوم تقدر ب81 ملي جرام لكل 100 جرام من حب الرشاد. ومن المعروف أن الكالسيوم هو مادة غذائية مهمة تقوي كثافة العظام وتحميها من هشاشة العظام، وخاصة بالنسبة للنساء في فترة الحمل. كما أن فيتامين سي هو أساسي في حب الرشاد، حيث يصل إلى 65 ملي جراما لكل 100 جرام من حب الرشاد. وفيتامين سي مهم جدا لحماية أمراض المفاصل بما في ذلك التهاب المفاصل والعظام. وبشكل عام تبرز أهمية حب الرشاد في تقوية العظام وزيادة كثافتها، وتمنع الكسور والهشاشة، كما تساعد في التقليل من الآلام المرتبطة بمرض التهاب المفاصل والروماتيزم. يمكنك زرع حبوب الرشاد وتناولها أو شراؤها عن طريق المتاجر وغليها ومن ثم شربها. فوائد صحية أخرى لحب الرشاد: بالإضافة إلى الدور الهام في تقوية الساقين وحمايتهم من الكسور والهشاشة، فإن حب الرشاد يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ومنها علاج نزلات البرد، علاج ومنع السعال، ينظم مستوى السكر في الدم، ويساعد على السيطرة على مرض السكري في الأشخاص المصابين بداء السكري. يساهم حب الرشاد في إيصال الحليب للأم المرضعة، يعالج فقدان الشهية، ويعالج مشكلة النحافة المفرطة، يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي والمعوي، ويحسن من أعضاء الجسم الهضمية والبولية. على الرغم من فوائد الحب المختلفة لحب الرشاد، إلا أنه لا يوصى به للأشخاص الذين يعانون من أمراض في الغدة الدرقية، لأنه يسبب مضاعفات صحية خطيرة عملية، كما أنه يجب تجنبه أثناء فترات الحمل وخاصة في الشهور الأولى.